بهذه الشعارات المناهضة للنفوذين الإيراني أو الأمريكي، يؤكد متظاهرو ساحة التحرير في بغداد رفضهم القاطع للمساعي اللاهثة وراء جعل العراق ساحة حرب وملعب نار من أجل تصفية حسابات واشنطن وطهران والتنافس على زيادة نفوذهما في بلد أقسمتا على استغلاله وتدميره بشتى الوسائل. إيران وأمريكا هو تصنع من العراق ساحة لاقتتال دولي، فصنعت من العراق ساحة لهذه المعارك تصفية حساباتها. اليوم اللي جاي يصير بساحات التحرير بكل شتى العراق أو بعموم العراق من 2003 لحد الآن هو تنافس الدولتين الإيرانية والأمريكية على زيادة نفوذهم. إيران تستخدم هاي الوسائل لأن احنا الشعب هي أنا محصور هنا، فهي هاي سوتها ساحة، العراق سوتها ساحة إيران تصفية حساب ويا أمريكا وغيرها، هي مكروهة. عبر عملائها والأحزاب الموالية تهدف إيران لتدمير العراق، يقول متظاهرو التحرير. ومن السهل فعل ذلك وسط سيطرة الميليشيات على بلد يطل برأسه الآن على الهاوية، وهو محاط بحقل ألغام سياسية واقتصادية. لو بقيت إيران على هذا الحال وهي زج أحزابها وزج كل عملائها وذيولها بين قوسين، فلذلك أعتقد العراق إلى ساحة للصراعات، ساحة للدمار، ساحة لكل ما تسعى إليه الجمهورية إيران. من مساعي إيران وأد ثورة تشرين، حيث يؤكد الشارع المنتفض أن هذه التطورات السياسية الأخيرة تأتي في إطار لعبة إيرانية مستميتة لإخماد عزيمة الشعب الثائر والرافض للنفوذ الإيراني. لكن للأسف بعض الأحزاب وبعض خصوصا دولة إيران، هي إيران بالذات تريد تخمد المظاهرات. حقيقة المظاهرات، هذا الاحتجاج الشباب، هي حاليا هذه لعبة إيرانية في تخمت هذا الحراك الجيل الجديد. ليس غريبا أن يكون من أهم أهداف ثورة تشرين إنهاء كل النفوذين الإيراني والأمريكي في البلاد، فالأحداث المتصاعدة في العراق تبرهن ضرورة بقاء أقدام المنتفضين راسخة في ساحات التظاهر حتى تنفيذ جميع مطالبهم، وعلى رأسها إسقاط النظام الذي جاء بمباركة إيرانية أمريكية.